بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال الشيخ سمير القاضي حفظه الله: وحدثنا شيخنا المصنف، يقصد الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال: وحدثنا شيخنا المصنف رحمه الله عن شيخه المفتي محمد سراج بن محمد سعيد الجبرتي، وشيخه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، كلاهما عن الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المالكي المدرس بالمسجد الحرام نزيل القاهرة أخيرا، عن الشيخ عبد المجيد بن محمد الشرنوبي الأزهري، عن العلامة السيد حسن بن درويش القويسني، عن أبي عبد الله محمد الأمير الكبير المصري، عن الشيخ علي الصعيدي، عن الشيخ محمد بن أحمد بن عقيلة المكي، عن حسن بن علي العجيمي، عن الشيخ أحمد بن محمد بن العجل، عن يحيى بن مكرم الطبري، عن الحافظ عبد العزيز بن فهد، هو الآل فهد، عبد العزيز بن فهد وغيره، كلهم محدثون، هؤلاء من مكة. عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، عن صلاح الدين بن أبي عمر، عن فخر الدين بن البخاري، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر، عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد، عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الأشعري الشافعي في حلية الأولياء، كتاب له للحافظ الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنى بشر بن موسى ثنى يحيى بن إسحاق ثنى فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء الصحابي، أنه قال: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم، والثالث همج لا خير فيه. وبالإسناد إلى أبي نعيم أيضا قال: حدثنا حبيب بن الحسن ثنى موسى بن إسحاق وثنى سليمان بن أحمد، ثنى قلنا ثنى يعني حدثنا، وثنى محمد بن عثمان بن أبي شيبة قالا: ثنى أبو نعيم ضرار بن صرد، وثنى أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ، ثنى محمد بن الحسين الخثعمي، وثنى إسماعيل بن موسى الفزاري قالا: ثنى عاصم بن حميد الحناط، ثنى ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي، عن عبد الرحمن بن جندب، عن كميل بن زياد، كميل بن زياد الذي قلنا بالأمس أخذه سيدنا علي إلى المقابر ووعظه هناك، كان تلميذا لسيدنا علي رضي الله عنه، عن كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، يعني سيدنا علي أخذ تلميذه إلى المقبرة. ليش إلى المقبرة؟ لأنه هناك لما يسمع الوعظ يكون التأثير أكبر، يكون التأثير أكبر.
قال فلما أصحرنا، يعني في مكان ما فيه بنيان ما فيه عمران، جلس ثم تنفس ثم قال يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، وعاء، تعرف شو الوعاء، فخيرها أوعاها، خير القلوب من إذا سمع الكلام الطيب، من إذا سمع الخير وعاه فهمه، احفظ ما أقول لك. هذا الكلام ليس موجها فقط لكميل بن زياد، هذا لنا جميعا، يعني كأن سيدنا عليا يقول لنا هذا الكلام، لأن سيدنا عليا عليه السلام إيش كان؟ كان أعلم الصحابة، فهو يعلم تلميذه كميل بن زياد هذه الكلمات. قال له الناس ثلاثة، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فعالم رباني، يعني عالم وعامل بما يعلم، عالم عامل، في عالم حصل علم لكنه لا يعمل بعلمه، يقصر في تطبيق ما تعلم. أما العالم الرباني، العالم العامل، قالوا العالم الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كبارها. إذا أنت بدك تروح تتعلم عنده، ما بيجيب لك كتاب الأم للشافعي مثلا بلش يقرك فيه، ببلش بالمختصر، تتمكن من المختصر تطلع على كتابها أوسع، وهكذا يعلم بصغار العلم قبل كبارها. لأنه شو الهدف؟ مش أنك أنت تقرأ كتب كثيرة وما تفهم تطلع منها بلا فهم، المهم أن تفهم هذه المسائل. قال فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. القسم الثاني إنسان طلب العلم حتى يطبق ما تعلم على نفسه فينجو يوم القيامة، تتعلم حتى لا تقع في معصية الله، ويوم القيامة أنت من الناجين، تؤدي ما فرض الله عليك وتجتنب ما حرم عليك، ولا يشترط لهذا أن تكون من كبار العلماء، ما شرط تكون مثل سيدنا علي في العلم، لكن إن تعلمت الفرائض وما حرم الله فأديت الفرض واجتنبت المحرم كنت من الناجين يوم القيامة. ومتعلم على سبيل نجاة، هون قسمين، بعد في القسم الثالث اللي هو أغلب الناس بعد ذلك، أغلب الناس. قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق، بيسمع من هذا بيأخذ منه، بيسمع من هذا بيأخذ منه، ما عنده ميزان، يتيه مع التائهين. قال أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، كيف بتأخذ الريح؟ مثل جماعة الأحزاب وجماعة شو بسموه اللي بيشتغلوا بالسياسي، بيميل مع هيدا، يوم بتلاقيه مع هيدا، بكرة بتلاقيه مع هيدا، ما عنده مبدأ صحيح، ما عنده موقف صحيح، متلون، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال له العلم خير من المال، المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال، عندك مال يا بتحطه بالبنك خايف عليه، يا بتحطه بالبيت بخزنة بالك مشغول، أنت بتحرصه لمالك. أما العلم، علم الدين، هو يحرصك. إذا تعرضت لأصحاب سوء مثلا، لمغريات الدنيا،
هذا العلم يحفظك من أن تغرق في هذه المستنقعات. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة. عندك مال عم تصرف منه، عم تصرف منه، عم تصرف، عم يروح. أما العلم تحصله حتى آخر نفس، حتى آخر نفس عم يزداد. ومحبة العالم دين يدان به، أن تحب العلماء الصادقين هذا فيه تقرب إلى الله، لا لشخصه، لا لشكله، لا لطوله، لا لجماله، إنما لأنه يعلمك دين الله، فهذا فيه تقرب إلى الله. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، حتى الخليفة، خلفاء فيما مضى يجلسون في مجالس العلماء كطالب العلم. بقول أنا خليفة، هذا إذا كان خليفة صادق، إذا كان خليفة أو حاكم يريد الآخرة، يتواضع في مجالس العلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، لما عمل كتابه الموطأ جمع فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك في زمن أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وأبو جعفر معروف يعني بسطوته وهيبته وقوته. فأبو جعفر أرسل إلى مالك قال له تأتي إلى قصري حتى أقرأ عليك كتابك الموطأ، تعال عندي حتى أخذ منك الكتاب اتعلمه. فقال له الإمام مالك، أرسل إليه يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى، أنت بدك تجي تتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت بدك تطلب العلم، العلم لا يأتي إليك. قال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى. فجاء الخليفة ومعه أولاده وجلسوا في مجلس الإمام مالك وأخذوا عنه الموطأ. مين لهيبته أكبر؟ من الذي يحتاج إليه أكثر؟ الخليفة ولا العالم؟ إذا كان عندك خليفة ومنه متعلم، ما بيعرف أحكام الشرع، كيف يدير شؤون الأمة؟ فلا بد له من بطانة صالحة من العلماء حتى يرجع إليهم وحتى يستشيرهم. لذلك الأولى أن يكون الحاكم الخليفة مجتهدا. يعني إذا كان في شخص للخلافة مجتهد وآخر غير مجتهد، يقدم المجتهد، يقدم المجتهد. وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فبده يكون مجتهد. طيب حتى يكون مجتهد لابد من شروط تتوفر فيه، وإلا لا يكون مجتهدا. لابد أن يكون في conditions، شروط موجودة بهذا الإنسان. إذا ما كانت، إن لم تكن هذه الشروط متوفرة فيه، ما يكون مجتهد، لا يكون مجتهدا. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته. إذا مات هذا العالم بعدنا لليوم شو منقول؟ قال سيدنا علي عليه السلام كذا، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه كذا، قال الإمام مالك كذا، تحكي عنه بالمنيح.
وصنيعة المال تزول بزواله. انت جاك مال او اعطيت مال لحدا، خلص المال اللي اعطيته اياه، خلص احتاج الى غيرك. انت ما صنع، ما بنحكي عن الثواب ان اخلصت النية لله، لكن هذا المال نفسه، عين المال زال ذهب. مات خزان الأموال وهم أحياء. اللي قلبه متعلق بالمال، يعني متعلق بالدنيا وإن كان حيا، هذا كأنه في عداد الأموات، كأنه ميت، يهتم لأمر الدنيا ولا يهتم لأمر الدين. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة، أجسامهم مفقودة، ماتوا، وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم قال له: ها ها، هذه للتنبيه، يعني انتبه إلى ما سأقول لك، ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره سيدنا علي، ها إنها هنا لعلما لو أصبت له حمله. يعني الله تعالى أعطاني علما. ممن أخذ هذا العلم؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي ليس نبيا، لا يوحى إليه، لكن مما فهمه وسمعه وتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن سيدنا عليا أسلم صغيرا، أسلم صغيرا، فسمع الكثير الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره، علما لو أصبت له حملة، لو لائم يطلبه يحمله. بس الناس اليوم إيش يبحثون؟ عن العالم ليأخذوا منه العلم، ولا بيبحثوا عن المدير والوزير والصاحب الشركي واللي معه مال؟ أكثر الناس يبحثون عن هؤلاء. العالم قل أن تجد في هذا الزمان من يطرق بابه، مع أنه ما بيحتاج، أبواب العلماء مفتوحة لأنهم يريدون الآخرة. أما الحجاب والمرافقة والحرس، يكونوا على أبواب أهل الدنيا، يكونوا على أبواب أهل الدنيا. سيدنا عمر رضي الله عنه خليفة، وتعرفوا شو يعني عمر، ما اتخذ حاجبا، ما وقف حرس على الباب عنده ليفوتوا الناس. اليوم إذا بدك تشوف نائب بدك كم وصلة؟ وقد يكون هذا الشخص انت ربيان انت وياه، ابن جيرانكم او شيء، وتلعب انت وياه وبالمدرسه مع بعض، تصل يصير بهالمنصب بيتهرب منك. لو اصبت له حمله. ثم قال: بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه. يعني في ناس ايه نعم يطلبون العلم لكن ليس للدين، يطلبونه للدنيا. كيف بيقولوا بالعامية، ايه بده يعمل شيخ وعالم حتى يسترزق باب ليجيب مال، يطلبونه للدنيا، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه. إنه ماشي هو مع أهل الحق بس بده عن غير فهم، عن غير علم، يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. ماشي مع أهل الحق بس ما انه فهمان، ما انه متعلم، بيجي واحد يزرع في قلبه الشك،
هذا شو عم بيعلمكم الإمام الشيخ هذا؟ لا لا، يلقي إليه بشبهة فيترك العالم ويمشي مع هذا المبتدع. ليه؟ لأنه ما تمكن من العلم، ما عنده ميزان صحيح. لا ذا ولا ذاك، أو منهوم يعني مغرم قرآن باللذات، سلس القياد للشهوات. أي شهوة بتجره؟ شهوة الطعام بتخليه يروح يأكل من مين مكان بدون ما يسأل عن اللحم هذا يؤكل ولا لا يؤكل. شهوة الفرج بتخليه يروح يزني. شهوة المال بتخليه يروح يسرق. أو مغرن، مغرن يعني مغروم، أغراه جمع المال، أو مغرم بجمع الأموال والادخار، جيب هالمال بجمعه بخبيه، فيقصر في أن يدفع من هذا المال حق الله كالزكاة مثلا. من حبه للمال وجبت عليه الزكاة فلا يدفع زكاة ماله. وليس من دعاة الدين، هؤلاء ليسوا من دعاة الدين. أقرب شبها بهما الأنعام السائمة. وللناس هالنوعية من الناس بمين بدك تشبهها؟ مثل البهائم المتروكة التي تسوم في المراعي، تأكل من هون تأكل من هون تأكل من هون. كذلك يموت العلم بموت حامليه. العلم كيف بيروح كيف بينقص؟ اليوم نحن في زمن، مش بس في أمريكا، حتى في بلاد المسلمين، العلماء أكثر ولا الجهال أكثر؟ الجهال أكثر. إذا واحد بده يقيس العلم بقدي حجم اللفة اللي حاططها فلان على رأسه، شو الميزان هذا؟ العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. شو القمطر؟ القمطر كانوا يعملوا شنطة من القماش من زمان، تذكروا كانوا يعملوا للمصحف لما كنا صغار نروح على المدرسة، يعطونا دروس قرآن بالمدرسة، فجدتي كانت تعملنا شو بسموها دي حقيبة من قماش نحط فيها المصحف ولا حمالي نحطها بنروح على المدرسة، هذا القمطر اسمه، بحط فيه الكتب. كانوا ما كان فيها الشنط الجلد والسامسونايت والقصص هاي. فالعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. لو حدا من أخسر منك الشنطة اللي فيها الثياب اللي فيها الكتب وانت منك حافظ هالكتب، يعني راح علمك. اذا علمك بهالكتب بس ما في شيء بصدرك، شو انتفعت؟ كذلك يموت العلم بموت حامله. إذا مات العالم راح علمه معه، راح علمه معه. لذلك العلماء حريصون على أن يفتحوا ويكثروا من مجالس العلم، ويحبون أن يقبل الناس إلى مجالسهم ليحملوا عنهم هذا العلم، لأن العالم بيعرف أنه بموته راح علمه، أخذوا معه أخذوا. طيب إذا أنت ما حضرت دروس عن هذا العالم وعن هذا العالم وحصلت مما علمه الله تعالى، شو بيصير في العلم؟ يموت بموت العالم. لذلك بعضهم قال موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم. ثم قال عليه السلام اللهم بلى. هون استدراك انه مش كل الناس هيك، وان كان الزمن كثر فيه الجهل كثر فيه البعد عن الدين. اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحجه لئلا تبطل حجج الله وبيناته. لا بد في كل زمان أن يكون هناك من ينصر دين الله بالحجج، هذا يسمى قائم لله بحججه، قائم لله بحججه في كل زمن يكونون.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة يعني هجرية من يجدد لها دينها. كل قرن في مجدد يجدد الدين. شو يعني يجدد الدين؟ لا يأتي بشيء جديد، إنما الناس بيكونوا ابتعد كثير منهم عن الالتزام وعن تعليم وعن التعلم. فبيجي هذا العالم ينهض بهذا الدين فينشره بين الناس، أو بيكثر أهل الملل الفاسدة، الفرق الضالة تكثر ويقل في الناس من يستطيع أن يرد عليهم ضلالهم، فيظهر يرسل الله تعالى هذا الإمام المجدد فيرد على أهل الضلال حتى يسكتهم، فبترجع تقوى بيضة الدين، يقوى الدين. فكل 100 سنة في مجدد لهذه الأمة. أول مجدد لهذه الأمة يعني على رأس 100 سنة كان سيدنا عمر بن عبد العزيز أول المجددين، لأنه في زمن الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما مرقت 100 سنة كانوا ماتوا الصحابة، كانوا الصحابة ماتوا، يعني ما في بيناتهم مجدد. فأول المجددين كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ثم بعده كان الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم بعده كان ابن سريج وهو شافعي مجدد، ثم بعده سهل محمد، سهل بن محمد الصعلوكي كان مجددا أيضا شافعيا، ثم بعد الشافعي كل المجددين كانوا شافعية، كل المجددين الذين جاءوا بعد الشافعي كانوا شافعية. ولا بد أن يكون المجدد على رأس القرن. مش معنى أول سنة من القرن الجديد، أول كم سنة من القرن الجديد اسمه رأس القرن، أول 10 سنوات من القرن الجديد اسمه رأس القرن. لذلك نحن إذا قلنا عن شيخنا رضي الله عنه هو مجدد هذا القرن، لأن الشيخ مع هذا القرن كان موجودا، مع بداية القرن هذا الجديد كان موجودا، وهو الذي نشر علم أهل الحق، هو الذي حذر من فرق الضلال حتى اضمحلوا كثيرا، إن كان الوهابية، إن كان حزب الإخوان، إن كان حزب التحرير، إن كان الرجبية، كلما بلغه عن فرقة تنشر الضلال بين الناس يجرد سيف أهل الحق في الرد عليهم بالأدلة. فنحن اعتقادنا ولا نلزم أحدا بذلك أن شيخنا هو مجدد هذا القرن. ولعله لا يأتي بعده إلا المهدي عليه السلام، لعله يكون آخر المجددين قبل ظهور المهدي عليه السلام. قال: أولئك هم الأقلون عدداً، هذا العلماء العاملون هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم.
ينقل أهل العلم لغيرهم، غيرهم يتلقى عنهم، وهكذا حتى يصل إلى من بعدهم. ونحن كيف وصلنا العلم؟ هذا العلم الصافي النقي عن طريق شيخنا. شيخنا من أنجبه؟ عن مشايخه، ومشايخه عن مشايخهم بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. لما تعلم وفهم، هي القصة بتبلش هون. إذا واحد سأل نفسه، أنا مخلوق لا شك، أنا ما كنت موجود ثم وجدت، والذي خلقني هو الله، لماذا خلقني الله؟ ليش أنا خلقت هيك؟ أم لأمر، لمهمة بدي أحملها، لوظيفة أؤديها؟ إذا بيسأل نفسه ويجد الجواب في كتاب الله، في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوني. هذا الجواب، أنت خلقت ليأمرك الله بعبادته، فأنت مأمور بعبادة الله. السؤال اللي بعده: طيب أنا سلمت أنني خلقت لأعبد الله تعالى، لكن كيف أعبد الله؟ هذه كيف أعبد الله بدك تتعلم، بدك تروح للعلماء. كيف تعبد الله؟ مش مثل ما ذاك يقول في تلك القصة المكذوبة لما لها أصل، إنه عيسى عليه السلام على زعمه رأى راعياً يرعى غنماً فعلمه كيف يصلي ثم تركه وذهب مشى على وجه الماء، فالراعي نسي على زعمه بالقصة، فلحق بعيسى، فكان سيدنا عيسى قطع مسافة بالماء، هذاك صار يمشي على وجه الماء حتى وصل إلى عيسى وقال له: يا نبي الله، أنا نسيت كيف الصلاة، كيف علمتني؟ أنا قبل أن تعلمني كنت أقول: بقراتي غنماتي، هذه صلاتي، وهلا نسيت. على زعمهم يقولون أن عيسى قال له: ارجع فصلي كما كنت تصلي، يعني أقول بقراتي وغنماتي. شو هذا؟ شو هذا؟ والجهال كثير منهم بيصدوا هالكلام، يصدقونه، لذلك يهربون من حضور إلى مجالس علم الدين، يهربون. الشيطان ينفرهم من حضور مجالس علم الدين. تحس الواحد منهم إذا دعوته إلى مجلس علم كأنك قبضت على قلبه قبضة شديدة، بينزعج، كأنك عم تخنق قلبه. أما هؤلاء العلماء عرفوا العلم وأهميته على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. المترفون أهل الدنيا، طلاب الدنيا، يجدون طريق العلم طريق وعرة، كلها صخور وحجار وشوك وإزاز بالأرض مكسر، ولا شو بدنا نمشي بقى الطريق، صعب علينا، الأسهل نركض وراء المال، ونركض وراء الدنيا، ونركض وراء المناصب والجاه، وفلان تعطيه قرشين بقربك لقدام بحطك بالمقدمة تشتريه بلغتهم. أما العلماء، هذه الطريق التي رآها المترفون صعبة وعرة، هم استلانوها، بالنسبة لهم لينة، لأنه ليه؟ عارفين الهدف، عارفين وين بدهم يوصلوا. أما طالب الدنيا آخر شيء وين؟ حيترك كل ما جمع ويموت، لا بيفكر بجنة، ولا بيفكر بنار، ولا بيفكر بحسنات، ولا بيفكر بسيئات، يعيش كالبهائم.
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. العلم كان أنيس لهم. بعضهم يقول وخير جليس في الأنام كتاب، وخير جليس في الأنام كتاب، يعني العلم. أما ذاك شو عنده؟ بشو بيستأنس؟ بيستأنس بعضهم بيستأنس بطاولة الأنبار، بعضهم بيستأنس شو اسمه هذه حانات الخمر، بعضهم بيستأنس بمجتمع نساء ودعارة وأمثال هذه الأمور، بعضهم بيستأنس بجمع المال من لا يبالي جمعه من حلال أم من حرام، بعضهم بيستأنس بحديث كرة القدم، بعضهم بيستأنس بحديث المغنين والمطربين والرقاصات. أما هؤلاء العلماء أنسوا بما استوحش منه الجاهلون. تعالوا لجاهل اللي عم يدفع مثل ما بيقولوا آلاف الدولارات ليروح يحضر مغني عم بنط على المسرح كالقرود ويصيح والنسوان عم تنتف بشعر عم تاخدي، هذا حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل، ما بنشوفه احنا بزمن هلا اليوتيوب والانترنت وكله مبين، ما بفهم يخبوا حالهم هؤلاء. اما تقول له تحضر مجلس علم كانك عم تشنو بالنسبه له. العلماء انسوا بمجالس العلم لانهم طلاب اخره. قال صاحب الدنيا، هؤلاء العلماء عايشين بالدنيا، صاحب الدنيا بأبدان، عايش ببدنه في الدنيا، أرواحها أرواح هذه الأبدان معلقة بالمنظر الأعلى، طالبين الجنة، طالبين الجنة. أولئك خلفاء الله في بلاده، يعني أولئك الذين ينشرون دين الله ويطبقون شرع الله ودعاته إلى دينه ويدعون إلى دين الله. ثم قال سيدنا علي، كل هذا كلام الإمام علي، ثم قال شوقا إلى رؤيتهم. شوف لمين؟ الإمام علي يشتاق إلى هؤلاء، هو منهم وهو من أعلاهم درجة. شوقا إلى، لأنه الأكابر بحلوا بعضهم لبعض، يحلوا بعضهم لبعض. قال شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك. بحاكي مع كميل بن زياد، إذا شئت فقم قصة الموعظة. يا رجل هذه الموعظة انت فيك تحطها قدامك قانون لحياتك، البراس لحياتك، تمشي على تعليماته كل عمرك بتوصلك للجنة، بتوصلك للجنة. طيب حكينا العلم مهم، والعلماء ورثة الأنبياء، لكن العلم أيضا مراتب، مش كل العلوم بمرتبة واحدة، في مهم وفي أهم وفي أهم وهكذا. أهم العلوم العلم المتعلق بمعرفة الله تعالى على ما يجب، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يجب. هذا أولى العلوم وأعلاها، لأن الذي فقد هذا العلم، فقد العلم بالله ورسوله، لا يصح منه عمل، لا يصح منه عمل. إذا كان الشخص ما عرف الله تعالى أنه سبحانه ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من خلقه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو خالق كل شيء، إرادته نافذة في مراداته، لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئته
وتقديره وعلمه وخلقه. إذا كان معرف هذا الأمر، لو صلى 100,000 ركعة باليوم صورة، لا صحت منه الصلاة ولا قبل منه طاعة، ولا قبلت منه طاعة. فالعلم أولى العلوم الذي بناء عليه يقبل العمل الصالح بعد ذلك، وأن يكون الشخص مؤمنا عرف الله تبارك وتعالى. كيف يعني عرف الله؟ يعني عرف أن لهذا العالم خالقا خلقه لا يشبهه، لا يحتاج إليه، كان موجودا قبل أن يخلق العالم، قبل أن يخلق الأماكن، قبل أن يخلق الزمن، موجودا بلا زمن بلا مكان بلا عالم. ثم بعد أن خلق هذا العالم هو لم يتغير سبحانه، لأن المتغير يحتاج إلى من يغيره، ومن احتاج إلى غيره لا يستحق الألوهية، كما قال سيدنا علي: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. الصحابة كلهم كانوا على هذا الاعتقاد، ما أحد منهم خالف في أصل العقيدة أبدا، ما أحد منهم، كلهم كانوا على عقيدة واحدة، لكن في الأعمال يتفاوتون، هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا، وهذا أعلى درجة من هذا، هذا بلغ مرتبة الاجتهاد، هذا لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، هذا كان تقيا، هذا لم يكن تقيا. والحال في أيامنا هذه كما تعلمون انتشار الفساد، انتشار الضلال، كثرة الناعقين باسم الدين، المحرفين للدين تحت اسم المشيخة، تحت اسم العلم. فلما كان الحال في أيامنا على ما ذكرنا، كان من المتأكد زيادة تأكيد أن يقدم الشخص طلب علم العقيدة ومعرفة كيفية طلبه وممن يطلبه وكيفية المحافظة على هذه العقيدة الغالية واجتناب ما يخرجه عنها، يخرجه منها وينقله عنها. وكان شيخنا رضي الله عنه ممن وعى أهمية تعليم الناس العقيدة، فألف في أصول العقائد كتابيه العظيمين: الصراط المستقيم مع شرحه، الشرح القويم على الصراط المستقيم، وكتاب الدليل القويم على الصراط المستقيم. ثم ألف مختصر عبد الله الهروري في بيان الفرض العيني من علم الدين، يعني القدر الذي يجب على كل مكلف، على كل مسلم مكلف معرفته. ثم شرحه بكتاب بغية الطالب، وضمن هذه الكتب، ضمنها، شو حط فيها الشيخ داخلها؟ التحذير من الخروج عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة الكفر، وشرح أنواع الكفر، وأعطى وضرب لكل نوع أمثلة، وبين شو بيترتب على الشخص إذا حصل منه كفر، بأي نوع من أنواع الكفر شو بيترتب عليه، إن مات قبل أن يرجع إلى الإسلام، أو قبل أن يموت إذا كان متزوج قبل الردة. بيّن كل هذه الأحكام، وبيّن كيف يرجع من وقع في الردة إلى الإسلام. إن وقع في الردة خلص، سكرت كل البواب وجهه، لا، ما في مجال للتوبة، بلى، كيف يتوب من الردة
بالرجوع إلى الإسلام بإيش؟ بالشهادتين ليس بالاستغفار. ثم أملى، أملى يعني من حفظي. الشيخ ما كان حامل كتاب، لما عمل هذا الكتاب قواعد مهمة ما حامل كتب بإيدك، من حفظه أملى قواعد ثمانية من قواعد يميز بها المسلم ما قد يواجهه من الدعاوى، ما يسمعه من أقوال وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. فبهذه القواعد الثمانية يميز من فهمها ما الذي يخرج عن الإسلام وما الذي لا يخرج عن الإسلام. هل هذه المسألة تخرج قائلها، هذه الكلمة تخرج قائلها عن الإسلام؟ نعم أم لا؟ فإن كانت تخرجه من الإسلام ليش أخرجته من الإسلام؟ هل لأنه يعرف الحكم؟ فإن كان لا يعرف الحكم لا تخرجه من الإسلام؟ لا. هل لأنه يعرف المعنى وإن كان لا يعرف الحكم؟ نعم. طيب ليش لا تخرجه من الإسلام؟ لأنه إلها أكثر من معنى، وبعضها كفر وبعضها غير كفر، هو ما قصد المعنى الكفري، قصد المعنى غير الكفري، لذلك لم لا يحكم عليه بالكفر؟ نعم. هل لأن لها معنى واحدا هو معنى كفري لكن هو لا يفهم هذا المعنى فيظن أن معناها كذا مما هو ليس كفرا فلا يحكم عليه بالكفر؟ نعم. ذكر هذه القواعد، وهذه القواعد هي أصول، وكل قاعدة منها يتفرع عنها فروع، كل قاعدة منها في إلى فروع. وبسبب كثرة الفساد في أيامنا هذه وانتشار أهل الضلال وتصدرهم للمنابر اختلط كثير من الصحيح بالفاسد، حتى في ما بين من يدعون المشيخة والدعوة إلى الإسلام، يقول لك أنا بشتغل داعية، وشفناهم هؤلاء أدعياء الدعوة، شفناهم يروجون لعقيدة الوهابية وعقيدة حزب الإخوان وعقيدة ابن تيمية، شفناهم وكل واحد لحيته لوين بتوصل، وصاروا يلقون عليهم ألقابا، الإمام فلان والإمام علان والحافظ فلان والمحدث علان. ومنهم منافق يكره الإسلام ويظهر الانتساب له والدعوة إليه لكن لغرض خبيث. اليوم بالذات عم بسمع سيرة واحد الآن يقال له دكتور كبير، مقابلات بتلفزيونات معه، ما بدي أذكر اسمه، هذا الرجل ماركسي كان شيوعيا ملحدا، درس بالاتحاد السوفيتي ثم ذهب إلى بريطانيا، عمل دكتوراه بشيء بسموه ميكانيكا التربة، ما له علاقة بالدين، ثم تصدر لتأليف الكتب بأمور الدين، وفتحوا له أجهزة الإعلام المطبلين لكل ما هو ضد الإسلام، فتحوا له المجال ليطلع على الهوائيات وعلى أجهزة الإعلام، ومثله أمثال ومثله أمثال. ومنهم من هو جاهل ما عنده علم يقبل كل ما يلقى إليه من غير ما يميز، مثل حاطب الليل بيروح على الغابة بده يلم حطب بهالليل، لا معه شرعة ولا معه بطارية ضوي ولا معه شيء، وعم بيعبي بحط خشبة منه بحط معها شيء 10 عقارب يلا عم بلملم. هذا حاطب الليل،
قد يكون فيما يجمعه أفعى تنسعه فتقتله وهو عنها غافل. وبعضهم نحكي عن أقسام الناس اليوم، في منهم هؤلاء إلا من رحم ربي، وبعضهم باع دينه بمال عاجل في صفقة خاسرة. أخو الصفقة اللي أنا بقول لها الديل، ليش اسمها صفقة؟ لأنه فيما مضى العرب لما كان اثنين عم بيبيعوا بعضهم، هذا يشتري من هيدا ويتم عقد البيع بينهما، هذا يصفق يده باليد الآخر، فسميت صفقة أنه خلص اتفقنا، فبقيت إلى اليوم تستعمل هذه الكلمة. وبعضهم كان ماشي حاله لكن أتعبه الثبات على الحق وما بقى في واجه، تعب من المواجهة والردود على أهل الباطل، فقال لك أنا خليني سوق مع السوق وتخلى عن بعض المبادئ الدينية تحت ستار التسهيل. يا أخي بقول لك نحن ديننا دين يسر منه عسر، هو بده يفرض كل اليسر تحت هذا الكلام. بقول لك شو بدي نفر الناس منا، بحكي لكم قصة حتمرق معنا بعد ذلك، بس هلأ إجا مجال نحكيها. في البقاع في لبنان واحد هو يحدث عن نفسه، كان من رواد مسجد من مساجد البقاع، يتردد إليه للصلوات ولا سيما صلاة الجمعة، قعد فترة طويلة كل مرة بيروح يصلي بهذا الجامع بيسمع خطيب الجامع. منه متعلم الرجل، بس تعرفوا في ناس منها متعلمة قلوبها متعلقة بالمسجد. فمرة راح بكير بالمساجد في كتب، شاف كتاب أخذ هالكتاب قعد يقرأ فيه، ولا بكير بعد لخطبة الجمعة ولوقت الصلاة قعد يقرأ بهالكتاب، فوجد إنه هذا الكتاب مذكور فيه من قال كذا يكفر ومن فعل كذا يكفر، أحكام الردة. هذا انصدم، قام عن إمام المسجد قال له يا شيخ تعال شوف شو مكتوب بهالكتاب، بيقول اللي بيقول هالكلام اللي بيسب رب العالمين يكفر، اللي بيستهزئ بالشرع يكفر، اللي يدوس على المصحف يكفر ويخرج من الإسلام، وإن مات على هالحال بيكون مخلد في نار جهنم. قال له يا شيخ تعال شوف شو مكتوب بهالكتاب. طلع على إمام المسجد قال له إيه صحيح هذا الكلام، قال له صحيح، وأنا كل هالسنين عم بيجي بحضر عندك خطبة الجمعة ولا مرة حذرت من هالكلام، شو بدك إياني روح على جهنم؟ ما أنا كنت واعي بهالكلام، ليه ما بتخبرونا؟ تقعدوا على المنبر بتقولوا لنا التبرج والنساء بتروح على البحر ما بتروح على البحر ومسترة ومنها مسترة، وهذا الكلام اللي هو كفر ما بتحذرونا منه؟ الواحد منا إذا كان يقوله مات قبل أن يرجع إلى الإسلام صار مخلدا في جهنم، لهالدرجة نحن رخاص عندكم؟ قال له يا ابني ما بدنا نعمل فتنة وبلبلة، هذا الكلام نحن بنعرفه بس ما بدنا نحكي فيه، بصير في فتنة وبلبلة بين المسلمين. قال لك بدكم المسلمين روح على جهنم يعني؟ هولي هذا النوع، هذا النوع تخلوا عن بيان الأحكام الشرعية تحت ستار التسهيل وبدعوى عدم التنفير، فوصلوا إلى هذا الحضيض شيئا فشيئا. زين لهم الشيطان أنه هذه الطريقة هذا في مصلحة وهذا اجتهاد وتجديد للدين، فصار عندهم أشياء ليس لها في الدين من أصل وينسبونها إلى الدين تخالف ما تعلموه عند أهل الحق، تخالف ما تعلموه عند أهل الحق. طيب هولي إذا اللي تعلموا عند أمثال هؤلاء بعد ذلك لو تيسر له أن يجتمع بمن يعلم الدين حقا، صير عنده صدمة الرجل، يقول لك أنا كل هالسنين عم روح عند مشايخ، بالنسبة له مشايخ وعلماء وما عم بسمع هالكلام، الكلام أول مرة بسمعه. في ناس بتنفر من العالم اللي هو حق العالم، بقول لك شو عم بيعلمنا شيء جديد هذا ما سامعين فيه. ما الناس عندنا في لبنان
سبحان الله العظيم. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، الأجنبية يعني اللي ما اللي فيه يتزوجها، اللي ما فيه يختلف فيها، هذه أجنبية مش أمريكية وأوروبية، يعني بنت عمه وجارته وفيته بالمدرسة، عندهم هذه المصافحة ولا خاطر بينه، هذا حرام، اعتادوا على ذلك، ما بيعرفوا انه هذا حرام. إذا أنت طالع على الطابق السادس ببناية فيها أسانسير وفتحت الباب طلع في وحدة بالأسانسير وما طلعت معها، بقول لك شو أنا مثل أختك على زعمها، شو خايف مني؟ وما خايف منك، أنا خايف من الله، هذه خلوة محرمة، أنا أخشى عقوبة الله. ما بيعرفوا هذا شو سببه؟ البعد عن حضور مجالس علم الدين، اللي بتلاقيها بتحط المناكير هذه وفوق تتوضا وتصلي، ما بتصح صلاتها، لما صح وضوءها. وقد كم سنة صبر على هالحالة هذه، تيجي تقول لها كل هذه الصلوات ما أنها صحيحة وما أنها مقبولة، شو بصير فيها؟ يا أما تكون ممن هدى الله قلبها وبتتقبل منك وبتتوب، بلش تتعلم وبتقضي هذيك الصلوات، يا أما بتنفر، بقول لك كل هالسنين اللي عايشتها أنا على باطل، هلا أنت جاي تعلمني الحق؟ أمتى ببين لها أنه ما هذا هو الحق؟ يوم القيامة، يوم القيامة. فبذكر كل هذه الأمور تظهر لكم شدة أهمية القواعد التي بواسطتها الشخص بيعرف ما يخرجه من الإسلام، ينقله عن الملة الحنيفية المستقيمة، وما لا يخرجه من الإسلام، ما يوصل إلى الضلال والزيخ إلى درجة الكفر، وما ليس كذلك، لأن هذه القواعد هي التي تمكن من الحكم على الشخص والتعامل بالطريقة الصحيحة مع ما يراه ويسمعه في هذه الأيام. فإذا تعلم هذه القواعد صار سهلا عليه أن يجتنب الزلل، أن يقي نفسه من الهلاك في هذا المستنقع، لأن من أشرك بالله تعالى يكون أتى بظلم عظيم، كما قال الله تعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومثل الشرك كل أنواع الكفر، لأن الكفر هو رأس الظلم، أشد الظلم. الله تعالى قال: والكافرون هم الظالمون. فمن وقع في الشرك أو في أي نوع من أنواع الكفر ومات على ذلك يكون مات على الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يكون خسر الدنيا والآخرة ومأواه النار خالدا فيها أبدا، وبئس القرار، كما أخبر ربنا عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.